اللي حاصل ده هو الشغل الفاخر اللي من الآخر بصراحة. أنا أحب اللعبة الحلوة وأشجع النادي لما يلعب حلو وانبسط بالكرة المصرية وأشجعها في أي حتة. تيجي تقول لي زملكاوي اسماعيلاوي مصري، لا يا النعمة لو نادي إسكو والأهلي بيلعب أو غيره بيلعب مع نادي مش مصري أنا أشجع على طول. الأهلي لعب النهاردة حلو، خد بالك الجماعة الأمريكان دول حاجة ما شاء الله كده طول بعرض، يعني مثلا مقاس اللارج بتاع أمريكا اكس لارج من بتاعنا، ده جد مش هزار، انا بكلمك بأمانة يعني. طيب فلما احنا نلعب مع الجماعة الأمريكان بنبقى عاملين حسابنا ما شاء الله العيال ابواب، طيب لياقة موجود، صحة حديد، عيال ايه مذهلين ودلذينة، وبعدين يجري في الملعب تحس انه عامل زي خيل السبق رايح جاي وجاي ويخيلك كده، عيال صعبة جدا جدا. ففرقة الأهلي لما بتيجي تلعب بصرف النظر بقى هنا امتلاك المهارة بتاع الأهلي ده شيء رائع، بس هم الجماعة الأمريكان دول جيناتيكلي جينيا وراثيا هم أقوياء حيطان كده عاملين زي لعيبة المارينز، فكون انك تفوز عليه ده شغل عالي قوي، تعرف تفلت منه ومن لياقته البدنية ومن قدرته على الجري والشقلبازات اللي بيعملها في الملعب، ده حاجة عظمة جدا. فعجبني جدا بصراحة اللعب بتاع الأهلي النهاردة. قفشة جاب لنا 1-0، 100 فل و14، عاش يا قفشة وعاش يا أهلي. بالمناسبة احنا بنتكلم تاني، الأهلي في البطولة دي بيلعب باسم مين؟ اسم النوادي المصرية. من المنتظر انه باذن الله الاهلي يلعب قدام ريال مدريد، طبعا ريال مدريد غني عن التعريف، بطل اوروبا يعني، ما فرقه جايبه من الاخر طول الوقت، ما اقوى فرقه في الدنيا تقريبا. فاحنا هنا بنتكلم عن احنا الاربع الجاي عندنا ماتش مع ريال مدريد، احنا قدها، احنا باذن الله سبحانه وتعالى قدها وقدود، يعني كلنا إن شاء الله ثقة في ربنا سبحانه وتعالى وفي أنه الأهلي يقدر بإذن الله يقف قدام ريال مدريد ويكسب. أه والله. طيب التاريخ بيقول إيه؟ التاريخ بيقول أنه الأهلي لما لعب قدام ريال مدريد قبل كده فإنه فاز في المباراة دي، أنا فاكر كانت سنة 2002 وكانت 1-0. السؤال بقى هل الأهلي يقدر تاني ولا لأ؟ صاحبي هيقول لي، صديقي العزيز ناقدنا الرياضي الكبير احمد درويش، طمني الاول ازيك استاذ يوسف؟ ازيك عامل ايه؟ وحشني، بستمتع دايما ان اكون معاك. لا والله زمان اللي ببقى مبسوط ان اسمع صوتك يا درويش. ربنا يخليك يا استاذ يوسف، كل التحيه لكل مشاهدي القناه الاولى والتلفزيون المصري. قبل اي حاجه مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لفريق النادي الاهلي، مبروك لاداره النادي الاهلي، مبروك لكل الجمهور المصري المحب بلده. ايه بقى يا استاذ يوسف؟ عايزك تتخيل معايا المانشيت كده بحسك اعلامي وصاحبي وتقول ايه؟ الاهلي يواجه ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه. انت يعني مستوعب؟ تعالى بقى ناخدها ايه؟ الاهلي بين قوسين المصري. اه مستوعب؟ ياه، حجم الفخ والدعايه والتواجد اللي عمله النادي الاهلي المصري للكره المصريه والعربيه والافريقيه، حاجه كده تدعوك فعلا ان انت تبقى فخور. انا صح. بتكلم على ممثل مصر طبعا، ممثل عرب، ممثل افريقيا طبعا، معانا ممثل عربي اخر هو الهلال السعودي الاشقاء الاعزاء، لكن وكان الاهلي يا استاذ يوسف اصبح يحمل على عاتقه في هذا المحفل او هذه المناسبه بالتحديد كاس العالم للانديه عاطق الكره الافريقيه. يعني الاهلي دايما الوداد المغربي، كامل احترامنا وكامل حبنا للشعب المغربي طبعا، مقدرين حجم الدعم والمسانده للنادي الاهلي في المغرب، لكن دايما رجل المواعيد الكبيره هو الاهلي. ثالث العالم في اخر بطولتين هو الاهلي،